ماذا فعلت بشيعة يا رامي حتى غدوا في الرد كالأقزام؟ ما زلت سدا في تغطرس شلة عاشوا على الأحلام والأوهام. وإذا سمعت لك اتصالا سرني قول وأضحك دون ما إلهامي. أنت الذي ضحيت حين سدحتهم أرضا فلا تسأل عن الأرقام. فتقبل الرحمن منك ضحية قلبت أمور الشرع في الإسلام. ماذا فعلت بشيعة يا رامي حتى غدوا في الرد كالأقزام؟